من جديد بجد التحيه بيك يا كابتن ايمن وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. مستمرين من هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره وفرحه اعضاء النادي الاهلي بالفوز والتتويج بكاس مصر للمره 37. عايز تقول ايه الاول للاعبي النادي الاهلي النهارده بعد مباراه وماراثون طويل امتد ال 120 دقيقه ثم ركلات ترجيح؟ لكن دايما بنقول معدن لعيبه النادي الاهلي وشخصيه لعيبه النادي الاهلي. طبعا دايما هم رجاله ورافعين راسنا، بقول لهم الف الف مبروك، وانتوا تستاهلوا اكتر من كده، وعودتونا دايما على المكسب، وان انتوا بتكافحوا لغايه اخر دقيقه، وان شاء الله مزيد من البطولات، ودي بطوله الرابعه لينا في الموسم، وان شاء الله هناخد السوبر المصري والسوبر الافريقي باذن الله. وبارك لمجلس اداره النادي الاهلي لانه بجد اتحمل كتير جدا، وبارك لكل اعضاء الجمعيه العموميه، وبارك لجماهير النادي الاهلي. و اهلاوي يعني انا شايف ان عندك حرص ان يعني الولد الصغير لابس تيشيرت النادي الاهلي، جايبين علم الاهلي، الاسره كلها ان الاسره كلها متجمعه النهارده في يوم وكرنفال للنادي الاهلي. لازم انا ما افوتش ماتش للاهلي، يعني لازم كل ماتش اجيب اسرتي كلهم وولادي كلنا بتيشيرتات الاهلي، ومعودهم ان احنا من صغرنا الاهلي وبيجري في دمنا وقلبي اهلي، يعني احنا بنموت كده. لما كنا دلوقتي ضربات الجزاء والله صوتي رايح اهو من ضربات الجزاء، ومن بس احنا اهالي اهلاويه اهلاويه جدا 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 والحمد لله. قولي لي بقى لو هتختاري نجم للمباراه مين يكون نجم المباراه؟ الشناوي طبعا، الشناوي هو نجم الموسم مش نجم المباراه بجد، وكل لعيبه الاهلي على دماغنا بجد والله، لعيبه رجاله. مش معنى ان عاشر يضيع ضربه جزاء او ايمن اشرف يضيع ضربه جزاء يبقى غلط، لا كلهم رجاله وكلهم يستحقوا التكريم واكتر من كده كمان، بس بجد الشناوي نجم الموسم. مشكور حضرتك. عايز اروح لحضرتك اقول لك شفت المباراه ازاي وتقولي ايه لعيبه النادي الاهلي؟ ألف مبروك للأهلي. وأنا بصراحة يعني كنت بتفرج وبشجع، والولاد كانوا مبسوطين قوي، وإحنا كلنا متفائلين وكنا عارفين إن إحنا هنكسب إن شاء الله. النادي الأهلي خلاص عودنا على الفرح، وإحنا متعودين دايماً على النادي مع النادي الأهلي على الفرح. أيوه طبعاً إحنا متعودين، وكنا متأكدين جايين متأكدين وقاعدين مستنيين إن إحنا هنفرح إن شاء الله. صح يا زيزو؟ يلا حضرتك عايز أروح لحضرتك وأقول لك قول لي شفت المباراة إزاي؟ والله المباراة كانت صعبة، وكان في فاولات كتير واوتات كتير، والماتش كان طويل جدا وبيضيع وقت كتير، بس احنا كسبنا. وعايز اقول الاهلي عندي بالحياة، ونصره اليوم هو المنى، فريق ما يعرف شيء المحال، جمهوره وراه زي الخيال، لا 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 لا. بشكرك وعايز اروح لحضرتك، قول لي بقى المباراة بطولة غالية. بقالي 60 سنة بشجع النادي ده. ابن بنتي عنده 8 سنين ما كانش شاف الخطيب، بيقول لي انا عايز الخطيب اشوفه بس مره، لغايه اما جبته له. فاحنا بنشكر ربنا بنشكر ربنا بنشكر ربنا وبنشكر كابتن محمود الخطيب، وبن يعني مش عارفين نقول له ايه بعد المعاناه اللي تعبها مع الناس دي. وربنا يكرمنا يا رب تاني وتالت ورابع وخامس يا رب. احنا البطل احنا البطل. تحيا الاهلي تحيا الاهلي تحيا الاهلي. بشكر حضرتك. عايز اروح لك واسالك قول لي المباراه امتدت ل 120 دقيقه وركلات ترجيح، ما حسيتش ان المباراه ممكن تهرب؟ لا لا، الاهلي بيجي لحد اخر دقيقه، وعارفين ان الاهلي هيكسب في اي وقت، والجون هيجي في اي وقت. احنا دوري وكاس وافريقيا، ولسه البطولات جايه كتير، ولسه كاس العالم للانديه، ولسه سوبر افريقي. احنا اصلا عمرنا ما بنشبع بالبطولات، بطولات الاهلي اكبر من عمر النادي بحاله اصلا. الدولاب اتملى عندنا خلاص باذن الله. الله اكبر على الاهلي. بشكر حضرتك وعايز اروح لحضرتك، يعني اكيد عندك كلمه عندك رساله، اتفضلي معانا. عايزه تقولي ايه؟ احنا لو قعدنا 60 دقيقه ثانيه او 90 دقيقه ثانيه انا واثقه في الاهلي لغايه اخر ثانيه. بقول سجع اهو، مش عارفه ازاي، بس الكلمه طالعه من القلب مش سجع. الاهلي انا واثقه في الاهلي وفي اللعيبه وفي الاداره وفي الشناوي، كلهم رجاله. احنا عندنا رجاله، فانا واثقه في الرجاله بتاعتنا وظهرنا وصدرنا ده كلهم. شايفه ان الشناوي هو نجم المباراه؟ الشناوي نجم المباراه طبعا، وكل النجوم نجوم المباراه، بس الشناوي كبير والقائد واخوهم الكبير وظهرهم، وهو زي ما هو بيقول قال كلمه حكمه، هم في ظهري وانا في ظهرهم، مؤدب ومحترم وتربية الأهلي. الأهلي كيان والأهلي أخلاق والأهلي أدب، الأهلي مدرسة، الأهلي دولة صغنونة حلوة نتعلم منها. الأهلي مدرسة. وعايز أروح لل تعهج الأهلي مدرسة. مباراة صعبة وماراثون طويل وطالع من بطولة أفريقيا ومباراة أمام نادي الاتحاد، لكن دايما بنقول شخصية لعيبة النادي الأهلي هي سر النجاح. طبعا
الاهلي بيلعب على المركز الاول على طول، ما بيلعبش على المركز الثاني، والاهلي اي حد موجود فيه بيبذل اقصى مجهود بحكم الفالنه بيكره الارض. وانا اللي هو ابراهيم ابو الحسن وكل مبروك. بشكر حضرتك كابتن ايمن علشان نعرف قيمه النادي الاهلي وقيمه جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره بينادي وبيقول السوبر يا اهلي، يعني لسه ما خلصناش فرحه كاس مصر بالنادي ببطوله السوبر، وده طموح جمهور النادي الاهلي. مستمرين معاك يا كابتن ايمن ونقل لفرحه جماهير واعضاء النادي الاهلي هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره من جديد. تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام.